الناس اللي يسمعوا فينا الكل على اذاعه الحيطة فام كالعاده الوقت هذا نقرا شنو كتبت صحف تونسي لليوم ابرز المواضيع. اخترت نبدا بجريده المغرب تحكي اليوم في الافتتاحيه على العلاقه بين الحكومه ومجلس نواب الشعب الجديد، هل سيعاد تشكيل مشهد الحكم؟ هذا عنوان الافتتاحيه بقلم زميل حسين العيد، يحكي على انه حكومه نجله بودن في هذا الظرف اللي نعيش فيه هي الطرف الاضعف في المعادله السياسيه، تواجه ضغط كبير برشا سواء داخلي أو خارجي، أيضا برشا الناس تحمل فيها المسؤولية، مسؤولية إدارة الوضع المالي والاقتصادي الصعيب للبلاد، وزيدا نلقاوها محاصرة من رئاسة الجمهورية من خلال الصلاحيات. اليوم فما برلمان جديد، هل بشي عاود تشكيل المشهد وبشيخه جزء من العبء يعني المسلط على حكومة نجلة بودن أو لا؟ على كل حال المجلس أنهى البارح، لجنة النظام الداخلي أنهيت العمل متاعها، المشروع متاع النظام الداخلي جاهز، نهار الاثنين الجاي جلسة عامة باش يعرضوه على النواب للمناقشة والمصادقة وينطلقوا فيما بعد في الأشغال متاعهم. في بقية المقالات الأخرى في جريدة المغرب اليوم في الصفحة التاسعة نحكيه على جديد ملف التآمر على أمن الدولة، دائرة الاتهام اليوم تبت في مطالب الإفراج، ومن المنتظر زيادة أنها تكشف عن هوية المخبر اللي موجود يعني في الأبحاث هذه، وفما مخبر هو اللي أدلى بمعطيات بخصوص التآمر على أمن الدولة هذه. في جريدة الشروق زيادة تقرأ برشا مقالات، نرجع على تصريحات 20 عضو من الكونغرس، الرسالة اللي بعثوها للرئيس الأمريكي جو بايدن، عبروا على قلقهم من الوضع في تونس. نحكيه على صندوق النقد الدولي في الصفحة الرابعة، القرض بين الإصلاحات والإملاءات بعد تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الجريدة أخذت أراء بعض الخبراء الاقتصاديين، محسن حسن يقول الصندوق يتعامل بسياسة المكيالين ومن المرجح الحصول على القرض في الأسابيع القادمة. تقريبا في نفس التوجه رضا شكونداليا الخبير الاقتصادي يقول بأنه الدعم الإيطالي والفرنسي يمكن أن يدفع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. كذلك موضوع الهجرة غير النظامية موضوع زادا نكتب عليه برشا في الجرائد اليوم في الصفحة الخامسة من جريدة الشروق، الهجرة ورقة ضغط سياسي أمام ابتزاز وتصريحات أوروبية وأمريكية متواترة، برشا يعني تفاصيل على أبرز التصريحات في خصوص الهجرة والقلق الإيطالي خاصة في هذا الموضوع. في بقية المقالات الأخرى في جريدة الشروق نحكي على تونسي والتبذير في صفحة 11، التونسي لا يصوم عن التبذير، حسب الأرقام الموجودة في هذا المقال 46% من الخبز 30% من الغلال في الحاويات، دونك التبذير 900,000 خبزة بما قيمته أكثر من 100 مليون دينار سنويا التونسي يبذل. الأرقام هذه أوردتها نهار الأحد اللي فات دارين دقي مديرة التحاليل والاختبارات بالمعهد الوطني للاستهلاك، وقالت بأنه تبذير الخبز يستحوذ على نسبة 46%، الغلال 30%، الحلويات 20%، اللحوم 19%، وثم تأتي تباعا بقية المواد الأخرى. دونك هاوكا دعوة بالمناسبة لعدم التبذير، تشريه قد ما تاكله الطيب وقد ما تاكله، سهلة ياسر الحكاية. حتى من الحرام حرام راه، أي نعمة ربي، نعمة ربي أنها من بعد تتلوح في البوبيل راهو معناها حرام. حتى كان نشوفوا احنا في الكونسوماسيون تاعنا في الخبز بركة معناها براتيكمون راهو كل نهار كانت تتعدم بحذا لبوبيل تلقى الليساك معبية بالخبز، 900,000 خبز، 900,000 خبزه، ايوه 900,000 خبزه تمشي في الحاويات بالضبط، هذا معناها فلوس كبيره، هذيك مواد مدعمه معموله بها وبرشا حاجه. في جريده الصحافه اليوم برشا مواضيع زاد نحكيوا عليهم، خاصه ملف الهجره غير النظاميه، الهجره السريه وما يزال النزيف مستمر، عمليه الهجره متواصله، الاعلان في كل مره على احباط عمليات، على انتشال جثث، على التصريحات بخصوص يعني الجانب الايطالي في هذا الموضوع. زاد تقرأوا الافتتاحية اليوم على الفلاحة، أي معنى لمقولة الفلاحة هي الحل؟ هذا عنوان الافتتاحية، تقول لك بأنه كيف نسمع التصريحات الفلاحة هي الحل، الفلاحة هي الحل، إيه على أرض الواقع شنو عملنا؟ احنا حتى شيء، تقول لك تلقى
الهياكل والدواوين والمعناها الهيئات والمنشآت والمؤسسات وكلها وكل بيروقراطية معناها المقيتة في المقابل ما فماش فلاح. تلقى كل شيء إلا أنك تلقى بالحق عمل للنهوض بالفلاحة. كل شيء معقد، كل شيء بإجراءات، كل شيء يعني كل المؤسسات اللي تم أحداثها واللي في الأخر بالكل للأسف ما تنفعش القطاع الفلاحي. هذا هو، والأكثر من هكا التسهيلات اللي ما هيش موجودة، معناها بالكلام نقوله فما تسهيلات لفائدة الفلاحة أو صغار الفلاحين، لكن على أرض الواقع التسهيلات ما فماش. إيش نعطيك أنا أبسط مثال في علاقة بالفلاحة، قطاع الفلاحة بصفة عامة، نحكيه على الفلاحة اليوم راهو يعانيوا في مشاكل كبيرة بما فيهم مشكل الأدوية. اليوم راهو الدواء نهار تلقاه موجود ونهار لا، اليوم تلقى ديابي، تلقى إذا كان لقيت ديابي تلقى لامونيتر مفقود، تلقى لامونيتر تلقى ديابي مفقود، إلى جانب بقية الأدوية الأخرى اللي ولات تباع مارشي نوار. دونك هذا يثقل كاهل الفلاح، زيد يعني عليهم مشاكل الماء، زيد عليهم مشاكل الماء أخرى، الديون، كل شيء. دونك هذاك علاش الفلاحة لازمها بالحق عمل جبار يعني للنهوض بالقطاع الفلاحي. فصفحة الثالثة زيد نحكيه على اعتصام مهجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر المفوضية معناه مفوضية اللاجئين في تونس العاصمة. مراقبون يتهمون الاتحاد الأوروبي بابتزاز تونس. نحكيه في صفحة الخامسة على العلاقة بين السلطة وبين اتحاد الشغل، سلام مؤقت وهدوء حذر، هكا توصف جريدة الصحافة. نمشيه إلى جريدة الصباح اليوم، زاد باش تقرأ فيها برشا مقالات، من بينها لجنة النظام الداخلي تنهي أعمالها. تلقاه في صفحة الرابعة أبرز توجهات مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب. نحكيه زاد على الاعتقالات الأخيرة والتحقيقات والمنع من السفر، هل هي إجراءات احترازية أم قمع للحريات. نحكيه زاد كيف على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الشروط خاصة اللي وضعها الصندوق، هل هو الخيار الوحيد أمام تونس؟ فانت كونت مش هو الخيار الوحيد، هو جزء من الخيار وكأنه شارط أساسي زادة كيف باش تونس تتحصل على عدة قروض أخرى إلى جانب الثروات الداخلية. نحكي وزادة في الملفات اليوم الصفحات 6 و7 على السدود الفارغة والانقطاعات المائية بالبنت الأحمر العريض. تونس تدخل مرحلة الظمأ والإجهاد المائي. في تفاصيل هذا الملف حاولت جريدة الصباح أنها ترصد الوضع في عدة جهات، من بينها جندوبة، شح في المياه وتغيرات مناخية، الجفاف يهدد الزراعات الكبرى والمناطق السقوية في جندوبة. في منوبة زادا نلقاو توقف التزويد بمياه الري وتراجع المنتوج بنسبة 40% بسبب الجفاف وشح الموارد المائية. كذلك نحكيو على سوسة، تراجع نسبة استغلال المناطق السقوية العمومية والحل في البحث عن مصادر غير تقليدية للري. في بنزرت أضرار بعد انحباس الأمطار، في مدين انحباس الأمطار جفاف يلقي بذلاله على القطاع الفلاحي. في سيدي بوزيد أخطار شح المياه والعطش تتهدد الجهة. هذه أبرز الجهات اللي حكيت عليهم، والوضع ما يبعدش برشا على ولاية القيروان زيدا كيف شح المياه والموارد المائية خاصة في السدود. نختم بجريدة لوتون اليوم، نحكيه على معناها الاكتئاب لدى التوانسة. حسب الجريدة وحسب الدراسات اللي تعملت فإنه تونس هي في المرتبة الثانية على مستوى الدول المغاربية والشرق أوسطية في أنه المواطنين معناها ديبريمي. تقول لك بأنه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كيف تنظر لهم وتنظر للوضعية اللي يعيش فيها المواطن التونسي، مكش باش تستغرب من الوضعية اللي هو فيه ومن هذه الأرقام ونسبة الاكتئاب اللي يعيشوا فيها التوانسة بشكل كبير، نظرا معناها للظروف اللي تحيط بالمواطن التونسي. هو الظروف كل حقيقة أنا قاعدين نشوفوا فيها من غلاء أسعار، من وضعية اقتصادية اجتماعية وحتى الوضعية السياسية، يعني الحقيقة في تونس تخلي الناس كل حيرين، الناس كل بوشبي، لكن هذا ما يمنعش كون كتابة الشارع تلقى الناس كل تضحك، أي تلقى الناس كل تضحك والناس كل فرحانة. دوك اللي في القلب في القلب صحيح، شنو اللي وراء الضحكة هذيك. سينو سيهم ريكاب اليوم كالعادة إن شاء الله نتقابلوا من نص النهار حتىكش لساعتين في ريكاب ميدي، عودة على آخر المستجدات وكل الفقرات كالعادة والحوارات في ريكاب ميديا.